Čo, čo, raše, čo, 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 raše. شكرا لكم مشاهدينا، السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم رشيد. اليوم حاضر معايا واحد النجم مغربي اللي قدر انه يحفر اسمه بقوه في الساحه الفنيه المغربيه. هو ممثل كوميدي وموسيقي، دار بزاف ديال المهن وعنده شي حوايج لاول مره غنعرفوهم في الحلقه ديال اليوم. هذا الفنان هذا اليوم غادي نستقبلوه، غنتعرفوا على اشياء جديده في حياته الشخصيه وايضا المهنيه. اليوم لي الشرف نستقبل الفنان غاني قباج. غاني قباج. ميرسي رشيد، باقي الفانت ياك الفانت باقي باقي. تبارك الله عليك، يعني ما نسالك غاني. دابا تبارك الله كتشطح مزيان، كتشطح الاوكسيدونتال مزيان، ولكن ما عرفتش واش غتعرف تشطح على الشعبي. بيان سور نشطح على الشعبي. اه وي بيان سور. الله يعطيك الصحة، الله يعطيك الصحة. تصفيقات على غاني قباج. غاني شكرا. ما تصورش شحال انا فرحان وانك معايا في الحلقه. والله لا حتى انا بالله. انا قلت في التقديم في الاول، قلت اليوم معنا النجم. واش كاينه النجوميه في المغرب؟ حسيت بحال ما كنتيش تايق ديال النجم. واش عندنا النجوميه في المغرب ولا ما عندناش؟ بيني وبينك بكل صراحه، بصراحه والله عمرني ما حسيت براسي نجم. علاش؟ حتى اليوم رغم هذا الشيء كامل اللي درتي تبارك الله. وانا قلت في الاول انت تبارك الله في التقديم، ما عرفتش سمعتيني ولا سمعتينيش. أيه؟ قلت هذا اللي غنستقبلوا اليوم، هذا النجم هذا. أيه؟ هو مغني. أيه؟ وموسيقي ممثل وكوميدي ومؤلف ومعلم. كدير كل شيء يا سي غاني، ما شاء الله عليك. بوليفالون. بوليفالون. لا شوف، فنان. ديما ما عمرني حصلت راسي في شي حوايج. لا فيغيتي، كنبغي نقدم احسن ما عندي للبوبليك، ولكن راه انت كتعرفني السي رشيد في الكواليس ديما كنت زعما عمرك ما قلتي لي جيب غني لي شي ديسك، ديما كتعاود تقول لي عاود لي ديك النكته ولا تلي. تماما. دابا انت عندك دو فاسيت، كاين المغني اللي كيضحك وكاين المضحك اللي كيغني. والطياب 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 ياك درنا برنامج. انا وياك درنا ماستر شاف. ايوا ايوا. ما داكشي تنصر ما بنينش. وكي طياب. كي طياب. ياك فكرتك ياك. بصراحة دابا أنا عارفك إنسان متزوج تبارك الله، واش كتعاون المدام ديالك في الكوزينة ولا لا؟ ولا غير داكشي في التلفازة كتبينوا الناس بأنكم كطيبوا هذا؟ والله ما كاين شي واحد كيطيب في الدار مغيري. بالله. برافو عليك. انت ما عندكش هذه القضيه الراجل ما يدخلش الكوزينه وهادشي، ما عندكش. لا انا عندي الراجل هو اللي خصو يدخل الكوزينه. ياك سيدي وقول لي. ماشي لخاطري. ماشي لخاطرك. عندي مراه صعيبه هي اللي كت. وشنو الشهوات اللي كديرها؟ ولكن واخا داكشي زعما ياك كتحكم. ايه ما بيناش عليك اخويا غالي.
غني. انا بغيت نبدا الحلقه بالامبيونس. انا كنعرفك تبارك الله انت ماشي غير مغني مغني، ولكن ملي كتغني كدير له الشو، يعني كتغني وكتشطح كتشطح. هذاك الشيء علاش غادي نطلب منك انك تغني لي واحد الاغنيه اللي كتعجبني انا شخصيا. واش نديرك في بالي يا ماميا ولا نمشي في حالي؟ صافي مشات افيك بليزير. هي الاولى صفيقه على غني. هي الاولى واش نديرك في بالي ولا نمشي بحالي؟ واش نديرك في بالي ولا نمشي بحالي؟ عندي رونديفو معاك ماميا، نمشي ولا نستناك ماميا؟ عندي رونديفو معاك ماميا، نمشي ولا نستناك ماميا؟ ديما وفي نص الليل الناس نعسة مرتاحة، وانا يا قاعد سهران كان بغيك وصبري قليل، وليت ما نشوف الراحة وغير العذاب والحزان. واش نديرك في بالي ولا نمشي بحالي؟ 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 هاني باقي كنعرف نغني ما شاء الله عليك. شحال شحال ليش نسيت حتى دابا شفناك تبارك الله من الاغاني ولا من لو شون زدتي الكوميديا ودرتي دي سبيكتاكل دي وان شو ديالك تبارك الله عليك واللي بداتي فيهم. اشنو اللي خلاك تقتحم عالم الكوميديا؟ خويا رشيد انا بغيت نقول لك واحد الحاجه، اللي ديما كنت مغرم في الكوميديا وعشت في واحد العائله اللي فيها لا كوميدي ورا لا كوميدي هي داتني الغنى. هادشي بزاف الناس ما عرفوش، دونك لقيت راسي كنغني. دونك الحب ديالك ولا الولع ديالك بالكوميديا كان هو الاول؟ كنت جالس تيكون ديما في العائله كل جمعه وسبت كنمشي كنقلد لهم، فهمتي؟ عمي خالتي. ودونك من بعد لقيت راسي فهمتي في الغناء وداكشي، ولكن ديما كنت مغرم بالتمثيل وبالمسرح وزعما بالفن اون جينيرال. راه كان بعض المرات كنرسم، كان ديما كنت يعني الحاجه اللي هي كنبغي نتحدى نفسي في شي حوايج. بالنسبه لك الفن ماشي تخصص؟ لا الفن عمره ما كان تخصص بالنسبه لي الفن. يعني وسيرتو الا كان يمكن لك دير شي حوايج اخرين، ولا يمكن لك مثلا تقلب. لانه شوف انا بالنسبه لي كاين شي حوايج اللي يمكن يستمر فيهم الانسان يعني مده طويله، واحد الوقيته شي واخا نبغي ما نبغيوش ولا نكرو، واحد الانسان في الداخل ديالو كيعيا من شي حوايج. دابا الموسيقى واحد الوقت يعني كان خصني نبعد شويه باش يمكن لي نرجع لشي حوايج اخرين اللي اليوم كنديرهم في الموسيقى بياسيغ. وكتعاود كتلاقى بالموسيقى بحال اليوم، ما تصوروش الفرحه ديالي انني نعاود نجي نتفكر الاغاني ونتفكر الايام اللي هي بالنسبه لي انايا فيها ذكريات اكسترودينير سيرتو في دوزام ومعكم. ونعرف غني الناس اللي كيعرفوا المقربين والفنانين عارفين بانهم ما عندوش غرام ديال العقل. انا عارف ان هذا الحس الكوميدي دائما عندك حاضر في الكواليس، حنا كنعرفوا كيفاش داير نتايا واخا كتبغي تتمر بعض المرات ما تنقدرش. ما كنعرفش. وشوف شتي واخا كنبغي نديرها والله العظيم، واخا تنكون في شي بعض المرات في شي مجمع تنبغي نكون زعما معقول ولا شي حاجه، ديما تابعني شي مصيبه اللي كتخليني انني في والله العظيم بالله. عرفتي تفكرت في واحد القضيه دابا فاش كنت في افريقيا الجنوبيه كنت غادي يعطوني واحد لو بري مهم وداكشي، كنت نحس والله العظيم كنحس براسي زعما شي حاجه زعما وصلت ليها، وكنت باقي شويه بروش. دونك وصلت لافريك دي سود داكشي، او ميم طون في هذاك الاسبوع كان الاسبوع العالمي ديال لا مود، يعني كانوا هي لي مانكان وداكشي. انا ما كنتش مجوج ديك الساعات باش نكونوا متلاقين. دونك
كان غادي يكونوا لي مان كانوا داكشي وخديت واحد لو بري مهم ولا غد ليه جالس في لا بيسين وكان تصور وداكشي غادي لابس الشورت خوك قلت له كوتشي فالا قلت له ايامات وجابوا لي واحد العصير فهمتي في واحد اللعيبه ديال كوكو عرفتي وحط لي واحد اللعيبه واحد المضل واسمتو عرفتي وكنشرب وتنشوف دوك لي مان كان كنشوف وتنتمنظر ويبان لي واحد القرد تيشوف فيا القرد اييه عمرو شاف فيك شي قرد لا الحمد لله واش عمر شي واحد شاف فيه شي قرد ها نتوما غتفهموني ها وحق الله الا يسون عتي انتيليجونس واحد الانتيليجونس تيشوف فيا وانا عارفو كيشوف فيا اييه تيشوف وتيخنزر وعرفتو بغى يقول لي شي حاجه ولا ندخل لكم فهمتي وانا عاد نشد العصير بحال هكا وانا نركز مع لي مانكا هالو جود مورنينغ وسميتو تعاود نشوف فيه تيشوف فيا واحد الوقت وعيط لصحابو وحق لا اله الا الله عيط صحاب القروض عيط صحاب القروض عرفتي بدا تيهضر معايا واحد اللغه ديال التقرضين اقسم لك يمينا بالله اقسم بالله تندير فيه زعما انا تيقول لي انت بعيني تيقول لي زعما انت تندير بحال هكا تنجي واحد الوقت ويتم نازل وتابعين واحد جوج ولا ثلاثه اقسم لك يمينا بالله هادو صحاب القروضه القروضه صحابو تابعينو تابعينو وهضروا معاك بلغه التقرضين وجايين عندي زيد اقسم بالله وجايين عندي تحرم عليا وحق لا اله جا ولد الحرم ويعضني هنايا اقسم لك يمنع عضني هنايا وتندير ما عرفتش نقول ليه وميتم وجايين الاخرين وحق الله وخوك غادي تشوف وحق الله وخوكم مع لافريك دي سود وداك الشيء كله تيتشوت واحد الشوه عرفتي كتقول وامي رشيد وحق الله غني غني انا كنعرفك انت شتي في مراكش كنظن ولا الاصل ديالك من مراكش اييه ياك اه كنعرف ان المراكشيين عندهم روح النكته اه ما كرهتش عاودني شي نكته اليوم ونعرفك انت نكيتي نعاودو شي نكته اختي شي نكته شي نكته شي نكته وغير خصني نقلب غادي تكون دازت شي فشي حاجه لا 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 خصني نعاودو شي وحده اللي تكون سميتو بلاد اه قال لك هذا واحد ثلاثه ديال الناس زعما واحد ذكي نتي واحد مويان نتي واحد مسكين مجمك مسكين في الحبس جالسين في الحبس هو واحد قال لهم ذكي قال لهم انا غادي نوريكم كيفاش نهربوا صافي قال لهم شوفوا غادي تتبعوني وغادي ديروا داكشي اللي غندير واحد الوقيته غنوصلوا لواحد الحيط هذاك الحيط من بعدو كاين هذوك العساسه وداكشي بالمكحل صافي غادي ديروا داكشي اللي غادي ندير صافي قال لي صافي سيت تلاح بط هادشي في الليل الاخر يقول اش داكشي والاخر ويدير مياو قال لي هذا يلمش عاوتاني تلاح الاخر دار بط اش داكشي اوكي مياو عاوتاني هذاك المش ويتلاح هذاك المجمك مجمك دار بط وقال اش داكشي يلمش ما كنتيش عارفه لا كنتيش كنتي عارفه زيدني واحد اخر علاش كنتي عارفه ما كنتيش عارفه معقول ما تكذبش عليا لا انت عارفهم كاملين لا قال لي انا نلمش قال لك هذا واحد جوج ديال واحد جوج ديال جالسين هكا في واحد البلاصه زينه فهمتيني كي محامين على واحد القرعه ديال الزعتر قرعه ديال الزعتر شربوا شي شويه الزعتر واحد لقيتهم يتزعتروا تزعتر في الوقت واحد جاتو في الهضره والاخر ما بقاش كيدوي سكت قال لي صاحبو صاحبي واش هذا دابا انت واش بتي با ولا كرواسا الاخر تيدير لي راه قال لي واش دابا انت طوموبيل ولا بيكارا ويدي لي قال لي تدوي مع صاحبي واش دابا انت واش ريال ولا بارسا ويدي لي كرواسا
غاني قباج حلقه معاك اليوم غتكون سبيسيال. غادي نمشيو قبل ما نكملوا الحلقه نمشيو نشوفوا هذا البورتري وجدناه ليك على الطريقه ديالنا حنا شدينا فيك شي شويه اواه نشوفوا هذا البورتري حالا ونعاودوا نتلاقاو معاك. يا ربي سلامه يا ربي سلامه. الضيف ديال اليوم من سمية باين لاباس عليه، بغيت نقول غني واللي فيه ما مهنيه، من غناه كيبان لك ناشط ومنود العجاج، عادي حيت سميتو قباج، مواليد 72 وكتبان عنده 25، اللهم لا حسد، ولد البهجة مراكش، غير هو عاش تونس باريس والولايات المتحدة الأمريكية، ترعرع في وسط عائلة فنية وقولوا لي كيشتكون في القافية، باباه كان عازف على آلة العود وهو معروف عليه كيموت على الفاست فود. يحكون على الطبرة ولكني لهم بالمرصاد. غنى زينك يا بودلال وداك الزمان شكون قال انا نحبو بنت الجيران. اخي باش نكونوا فاهمين هو راه ما دارش غير الغنى، دار ستاند اب والتمثيل والطب والمحاماه والهندسه والتقديم والتنشيط والتشنشيط وشي مايشات. بغيت نقول لك اخويا رشيد تغفل طارت عينك. اتشكر لك. باش كيعجبك فاش ما بغيتي تلقى احتياط ويمكن كاع يسمح في كل شيء الا لي با، داكشي علاش دار لهم اول نسخه من ماستر شيف سيليبريتي وبعد الصبار. والله ما تنحشم تابعينك على السميه ديالك. والله ما تنحشم. واش صحيح بانك عشتي في المغرب وتونس وفرنسا والولايات المتحده الامريكيه؟ شي بصح هادشي هذا؟ وي بيان سور، باقي عايش في فرنسا دابا، ولكن بون عاد رجعت لفرنسا، ولكن دوزت واحد الوقت كبير في الولايات المتحده في كوبا، مشيت سافرت الحمد لله، اللهم لك الحمد يعني، وداك الشيء اللي خلاني انني يعني بزاف د الحوايج تعلمت، شوف ثقافات اخرين، تاخذ دوت انسبيراسيون. اكزاكت. يعني في كل بلاصه مشيت ليها ولا بدا خديت منها شي حاجه، ولا بدا خصني ما نمشيش خاوي. مغربي مغربي مغربي. مفصل مفصل انت مغربي. اشنو المدينه اللي كترتاح فيها غني؟ اكثر مدينه كترتاح فيها؟ اكثر مدينه كترتاح فيها ما نكذبش عليك هي مراكش، لانه تما فين كبرت تما فين تزاديت. وغني لهم شي حاجه مراكشيه. باش اش داك مشيت غني اليوم شي حاجه الناس مراكش. دابا مراكش جيت وما كنمشي لها تما باش نرتاح من كل شيء، كاي حاجه عندها علاقه بالفن. تصور القضيه هذه، اللي المدينه جميله مراكش، مدينه جميله وفيها ثقافه واعره وداك الشيء، ما كنمشي تما كنهبط ديجا نكتب. بزاف الناس كيقول لي فاش كندخلوا مراكش ما كندخلوا نفوتوا البياج كنحسوا بواحد الراحه، حيت انايا تما حط واحد اللعيبه. شنو هي؟ فاش كانت واحد المبيخره كنحط تما. خلعتيني صاحبي من الزعتر. لا لا الزعتر لا 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 الحمد لله عفى الله على الزعتر صافي. ومعلومه اخرى ما كنتش عارفها. دابا كنشرب غير اتاي بدخلت. معلومه اخرى يلا سمعتها بحالي بحال الجمهور في البورتري ان الاب ديالك كان موسيقي. كان موسيقي صحيح هذه القضيه. وعلاش كان منع عليك شي وقيته انك تدخل للفن؟ ما كانش باغيني ندخل الفن وبكل صراحه، رغم انه كان جيد الموسيقى. باسكو في هذاك الوقت كان تيقول لي بانه القضيه صعيبه بزاف، وكان صحابو كلهم في الفن، وتيقول لي انا ما بغيتكش تكون في الفن. خليك قباج. دايوغ في سبيكتاك ديالي كنهضر على القباج. الاسم ديالك معاونك تبارك الله. لا الاسم ديالي غني. غني لا ومن الفوق قباج. ودابا راه لا لا القباج خرجت عليا. علاش؟ لان والله العظيم من صغري تصور معايا بانه الاستاذه فاش كندخل القسم كانت كتحطني في الصف الاول ديما، ولكن انا عبد الغني راه كنت ديما اللور وعقلي اللور، كتعطيني امتحان فاليديه يومين افون. حق الله العظيم. حيت قباج. واخا كنفاليديه تنجيب فيه سته. قسم بالله. والله غير نهضر معاك نقول. زعما المفتيش وداك الشيء كامل هذاك الشيء، وكنت داسر بزاف. وكنت داسر مع المدينة. لا ما شوف الداسرة ما كانت، لكن كنت طلع صح. انت هي تيدور الوايد هنا وتي مرمقوا معايا. عرفتي تصور كنت نعيش بوحدي باسكو الدراري ما تيبغيوش يلعبوا معايا، ما تيبغيوش فهمتي. كاين شي حوايج اللي هما كان واحد الجانب اللي هو كان خايب بزاف. ولكن الحمد لله عرفت كيفاش نتاقلم معاه وعرفت كيفاش. الناس اللي شافوا غني المسار ديالو ولا الشكل ديالو يقولوا هذا كان طفل مدلل. واش كنتي مدلل في الصغر؟ كنت مدلل. كنت مدلل بزاف كاع بزاف. لاي درجه؟ لدرجه انني انا الاول كنت كناكل العصا في الدار. الدرجه اللي تجي كان الويد كيدوز اول واحد كيمرق معاه هو انايا. اسكو تيقول لي انت خصك تعلم الاخرين. لا لا شوف بكل صراحه يعني كان عندي كانت عندي طفوله مع يعني ما عندي ما نقول فيها لا فيغيتي. يعني كنت قاعد داكشي ديال الفشوش عشتو، ولكن كليت العصا من بعد.
كاين بزاف ديال العصا، وراك عارف ما يمكنش الانسان يوصل لشي حاجه ولا ينجح في شي حاجه الا ما واكلش العصا ديالها. امبوسيبل. وفين تعلمتي هذا الشيء هذا؟ هاد القفشات ديالك والتريكيل ديالك، لانه لا كتبان بانك عشتي يمكن في واحد العائله اللي شويه ايزي وكنتو يعني لا لا هذه غلط. لا هذه ديفو دي فابريكاسيون باش نكونوا واضحين، هذه خرجت لهم من الجن. حتى انا الاخوان ديالك شفتهم ما كيشبهوش لا علاقه حتى شي علاقه، ما كاين حتى شي علاقه والله. انا اللي خرج ومازال لحد الان وما صغر مني فهمتي، وتعرفوني بانه زعما يستر ديفوت فابريكاسيون. ديفوت فابريكاسيون هاد الصوره كتعقلي على غني عقلي هاد الصوره. يا سلام. شحال عندك من عام هنا؟ هنا عندي تقريبا شي 5 سنين ولا 6 سنين. 5 سنين وشتي راه ديما حاطيني في الوسط. هادو ماشي العائله ديالك؟ لا كاينين اللي عائله ديالي وكاينين اللي ماشي عائله ديالي، فما ما ما عقلتش عليهم مزيان لانهم تبدلوا صاحبي، هادو كلهم تبدلوا كلهم زيانو الا انا. اهلا. واو. لو سبيكتاكل ديالك سميتو لو دوبل جو. علاش؟ لانه كنوري واحد وجه اخر ديال اللي ما كيعرفوش الناس في غاني. ما كنهضرش على غاني في السبيكتاكل كاع، كنهضر على القباج وكنهضر على الحياه ديال عبد الغني، كنهضر على شي حوايج اللي كنهضر على الفيس بريسلي، كنهضر على الحوايج اللي اثروا عليا في الحياه ديالي وكيفاش حتى واحد الوقيته تودرت بالمعقول. وكنهضر بصراحه، ولكن الناس راه ما كيتيقوش بانه داكشي، لانه داكشي تيرمو اكزاجيري كيتسحبون بانه راه تنضحك. انا كنت باغي الفيس يكون وبا. من كوزين دي كوتي دو مون بير. انا ما عرفتش هذا بنادم ناعس ولا تريبورتور مقلوب. احسن شوفوا سبيكتاكل 90% ديال المعقول. داك عندك شي دات نقولوا للناس اللي بغيو يجيو يتفرجوا في لو شو ديالك؟ ان شاء الله لو 20 جونفي 2024 السنه ان شاء الله في مراكش، بالي دي كونغري. بالي دي كونغري قيدوا عندكم لو سبيكتاكل ديال غني. انا غادي تجي. غادي تجي عطينا انفيتاسيون خصني نخلص. لا غادي تجي انفيتي ان شاء الله. انفيتي مرحبا بكم لو 20 جونفي في بالي دي كونغري. واش بغيتو يجي انفيتي ولا يخلص؟ يخلص كل شيء بغى فيه. واش بغيتو يجي انفيتي ولا يخلص؟ تسال واش غادي يخلص ولا ما يخلص؟ اش هادي قدام الناس؟ عرفتي هادي شهدوا راني خلصتو. تيكي ديالي. تيكي ديالك هذا خلص. غني اقول لي واش ما كتعيش هذا المشكل هذا؟ تنعرفي بهذا السند غادي تفرجي في ربع ساعه. ياك انا غني غتفرجي في ربع ساعه واخا نكون نتفرج في الفيس بريسلي. غني على ذكر الفيس بريسلي، غادي دير لنا شي شو ديال الفيس؟ تعرف ان تبارك الله الناس عرفوك المغاربه انك كنتي كتقلدوا. دير لنا شي حاجه. افيك بليزير. يلا شو and now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I've seen it clear, I've set my keys, of which I'm certain. I've loved her for, I travel east, her longer by way. Oh no, it's more than this. I did it my way.
Well, it's one for the money, two for the show. Reggae, reggae, now go, can't go if you don't feel. Stand for my blues when you choose. Well, you can do anything, however my blues makes you. Well, you can knock me down, step on my face. Say my name all over the place. You do anything, what you want to do. But I hardly have learned to be done you. Step on my blues when you. Well, you can do anything, however my blues makes you. I said I'm blue, blue, the blues ain't shoes. 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 You can do anything to lay off of my blues ain't shoes. A little bit of a little. Blue, blue, the blues ain't shoes. 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 You can do anything to lay off of my blues ain't shoes. شكراً غالي. نجيب ميكرو ديالي. ميكرو ديالي. ميكرو ديالي. برافو عليك. هذاك كيف تعديد المواهب. الله يحفظك ليا. نخلي الفيستا ولا نبدل الفيستا؟ هاد الفيستا جاتك حسن. الله يخليك. الأخرى ديال فيها البريوم بزاف. جلس. تبارك الله على تصفيقات على غني. ما شاء الله عليك غني. اليوم بغيت نقدم لك ايضا واحد الشاب متعدد المواهب، واحد الشاب من ذوي القدرات الخاصه، واللي عنده واحد العزيمه والاصرار كبير اللي خلاه يحقق الحلم ديالو، وقدر انه يدير برنامج استقبل فيه النجوم، وايضا قدم عمل مسرحي كبير ودار به جوله واللي كيتكلم على موضوع البيئه. هاد الشاب هذا عرفت شكون هو الفريق ديالو. عرفتي شكون هي اليوم ليا الشرف وشرف كبير انني نستقبل هذا النجم هذا اللي يستحق اننا نصفقوا عليه ونقفوا ليه. استقبلوا معي بحراره عفاكم زيزو. زيزو السلام عليكم. مرحبا بك. مرحبا بك رشيد. زيزو مرحبا بك. يا بك لك لي هذيك. زيزو انا غادي نسولك، واش انت فرحان انك معنا اليوم؟ وي. اشنو تبغي تقول للجمهور والمغاربه اللي كيشوفوك اليوم وكيشوفوا تبارك الله انك موهوب، درتي برنامج استقبلتي فيه النجوم، درتي عمل مسرحي كبير اللي كيتكلم على واحد الظاهره ديال الناس اللي ما كيتعاملوش مزيان مع البيئه. ما بيئه ما شاء الله عليك. اشنو تقول للمغاربه اليوم من رشيد شو؟ نبغي نقول مغاربه هي انقول العزيمه. العزيمه والاراده. والاراده والرغبه. والرغبه خدنكرو ونقول نقول امهاك. الامهات كيقراو كوكاك هذا اها يتبعوا ويقراكم في الاحلام ديالهم. الامهات يتبعوا وليداتهم في الاحلام ديالهم. هذه ايضا رساله قويه من زيزو، وزيزو مثال لهذا الشباب الطموح تبارك الله، لانه دائما كان كيحلم انه يدير برنامج وانه يدير سبيكتاكل، وقدر انه يطلع للخشبه ويدير جوله، والجوله مازال مستمره ياك ولا لا؟ مازال مستمره قضايا ان شاء الله. ان شاء الله. تبارك الله عليك. شكرا بزاف. ديما ديما زيزو. زيزو ديما ديما زيزو.
عندكم سوبر زيزو اللي مدافع قوي على الحقوق ديال الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه. شكرا لك يا كساكو. برافو برافو زيزو وكل ليكيب كلها. هذه شهاده اخويا غني. انا حضرت لو سبيكتاكل. بغيت نحضر ليه والله. خاصك تحضر ليه. مغبوط. انت غندير واحد القضيه. انت غتعرض عليه لو فان لمراكش. تفرج السبيكتاكل ديالك. جي مغبوط مغبوط. انا نمشي ولا واخا ما يجيش. انت غتجي. انا حضرت لو سبيكتاكل وكنت زعما صراحه تفاجات بهذيك لا كاليتي كيفاش خدموا لو سبيكتاكل. وكل شيء كان تبارك الله. كانوا رسائل قويه وايضا كان تبارك الله عليك تبارك الله عليك. كانوا رسائل قويه في سبيكتاكل وكان ايضا الفكاهه. ضحكنا في سبيكتاكل بزاف خصوصا عندك واحد العفيريت وكاتي كما كيضحك كيخرج بزاف. شنو سميتو؟ ياسير. ياسير تبارك الله عليك. وكنبغي نقول بأن يا أكو ماشي حزيز إنك حزيز بتنقو أخم جينو. نعم. إذا قال لكم زيزو بأن الإعاقة ماشي حاجز ولكن حافز باش نحقق الأحلام ديالنا. ودي تستحق تصفيقة كبيرة. شكرا لكم. تبارك الله عليك. أشكرك جاي. اللي بغى يدخل لاشين يوتيوب ديالك سميتها زيزو دايكي وأنشكركم جاي زيزو دايكي. اللي بغى يدخل الانستغرام ديال زيزو زيزو جايدي. واللي بغى يشوف البرامج اللي كيدير في لاشين يوتيوب ديالو زيزو جايدي. وبغيت نقول لكم ان النجم اللي حضر معنا اليوم عنده واحد سامبول. برافو عليك. اللي معروف به انت وبغيت ملي يدير لكم هذا السامبول هذا كل شيء يدير بحال اوكي يلا هذا هو سميتو لو بيزو لو بيزو دو زيزو. وقفوا عفاكم عطينا تصفيقة حارة. زيزو لو بيزو لو بيزو. شكرا شكرا زيزو. مشيت تفرج في لو شو مع صحابك؟ وي يلا غني بغيت رايك فهادشي اللي شفتي. اش غنقول لك؟ انا كنفتخر بزاف بالشباب بحال هكا اللي كيكون عندهم يعني تيكون كيتحدى لانه ما يتسحبكمش بانه هذا الميدان سهل. وفكرني في شي حوايج اللي وفيت كنحس فريمون بالمجهود اللي كيقوموا به. وكنقول بانه اي واحد يمكن يحلم بشي حاجه كيمكن يوصل لها يعني مهما كانت الاعاقه. وهذا الشيء يعني الانسان ما خصوش يعتبره كسر. انا التحديات بحال هكا كنحماق عليهم باسكو تيوريني بانه الناس كيمكن يوصلوا الاحلام ديالهم. تمام. ونتمنى ان هذه رساله وحافز وامل بالنسبه لبزاف ديال الناس اللي يمكن بحال زيزو والناس اللي عندهم ايضا احلام بغاو يحققوها. حتى شي حاجه مو مستحيله. لانه بغيت غير نقول واحد الحاجه اللي ما عرفتش كنقولها نهائيا زعما ما تعرفش عليها حتى شي واحد القضيه هذه. يعني بزاف ديال المرات فاش كنبغي ندير شي حاجه ولا نجدد ولا نتحدى داك الشيء اللي كنقدر ندير كنسد عليا اعوام ما كيشوفني حتى شي واحد. كاينه ولا ما كايناش؟ كايناش. غبرتي عليا. انا ما شفتكش من قبل الكوفيد. يعني كنغبر يعني واحد العام ولا عامين وما تصوروش يعني الظروف القاسيه اللي كندوز منها باش يمكن لي نجي نتقاسم معكم واحد الوقت صغير. وهذا حبا للجمهور. وانا كنشوف شفت هذا الشيء في زيزو وهذاك الشيء علاش تنقول فريمون تبارك الله عليه فريمون. وفيكم كاملين. ها نرجعوا للكوميديا غني. غادي نخليك تشوف واحد الفيديو ديال واحد الانسبكتور معنا. سميتو لا بريغاغ.
لابريكاك اييه وجد عليك شي حاجه نشوفوا شنو وجد مسيو لابريكاك شوفوا نطلقوا ها هو جا وجاب الجديد الضيف ديال اليوم الشفره غاني قباش اي الفنان غاني قباش اللي جلس مع شخصيات كبار ومنهم اوباما بغيتي تقول جاك شيراك ياك وكيفاش تعرف عليه راه كان الصديق ديال بنته وهي اللي غنى عليها زينك يا ابو دلال زينك يا ابو دلال يا ابو عيون الملا شاف السيد راه مزوج وعنده وليدات عرفناه مزوج مغربيه وجابته لجيبه ايوا هكا واش خبارك باللي هرب من العرس ديالو مع بنت شيراك باش يجي ويتزوج هنا الله يهديك الشاف هذيك راه قصه دمو باه ماشي ديالو السيد جاب إلفيس بريسلي ولعب معاه في سبيكتاكل ديالو سي لابريكاك إلفيس بريسلي راه شباع موت راه غني اللي دار الشخصيه ديالو عرفتي هاد العفريت راه عنده مع لي باط وكيطيبهم مزيان وراه كنقول لك غير سامع هو عزيز عليه ربي لا على لي باط حتى هما ولاو كيترباو طيبين ولا خضرين واش كيس علينا الشاف وقول شي دوسي عامر هاين وعامر نكات والسيد غير كيدخل الجامع الفنا طيح اكثر من مره هذاك راه ما غاكيش دو غير اي الجامع الفنا بالفرنسي لا تجهدتو ياك لا والله غبرت ولكن تجهدتو فريمون برافو برافو الله يحفظك سي مانيفيك غني غندير معاك تيست مراكشي واجد واجد نشوفك واش مراكشي حقيقي ان شاء الله يلا أعطيني ثلاثة الكلمات كي تقالوا غير في مراكش أش بيشي إيه نوت قيد زيد إيه كلمة طويلة أطمر أطمر أعطيني ثلاثة الأطباق ديال مراكش واهي ساعة طنجية زيد باولو زيد والكوريين بالمشاش اعطيني الاسم ديال ثلاثه الفنانين مراكشيين بير فركوش زيد عبد الجبار الوزير طاليس لا ماشي مراكشي طاليس شنو قلنا لك لا نتخاطروا هو من زاكوره ولا شي حاجه لا هو خاصيتي نعيطوا ليه سولو سولو بلاتي بلاتي هايد بلاتي بلاتي دابا نعيطوا ليه الى جاوبك يلا ناس ناس رشيد اخويا كي داير بخير هاني مزيان كلشي بخير قول لي انت اصلك منين ما يخسرش الهضره زاكوره ربحتك ولا ما ربحتك لا لا ايوا طاليس 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 خويا ياك ديك المره اللي فاتت قلت لي انت من مراكش لا ما كاينش هاد الهضره طاليس نحيوك من رشيد شو تبارك الله عليك بارك الله عليك سلام تحياتي يلا ثلاثه البلايص تبغي تزورهم في مراكش وعطى الله كاع عندك جامع الفنا زيد الكتبيه زيد النارة غني غادي ندير لك واحد لعبه سميتها لو جو دو ميم انت تبارك الله كتقن هذه اللعبه هذه نعرفك تبارك الله عندك مع المسرح وهادشي نشوفوا فقره لو جو دو ميم مع غني بعد الفاصل شو شو رشيد شو شو غني معايا في لو جو دو ميم واجد غني واجد يلا راقصة حرية البحر سحار
العمان العمان حوته هادي حوته حوته ها ياك لاباس اخطبوط تحيات سهلة هذي يلا كسكسو لا لا دراري 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 الله يرحم باكم ديروا انا شي حاجة سهلة الله يستر عليكم ودير لي الاخطبوط انا كندير ليه سهل سهل سهلة سهلة انت شوف تيصعبوا عليا الحريرة حسوة والله لك يصعبوا عليا برافو عليك والله انا برافو عليك شكرا برافو شكرا لك انت بعدا لقيت واحد اللاعب زين مزيان سهلة طور العيد كبير حولي الحليب بقرة هذا قنية فير بابوش لا برافو عليك والله العظيم اللي كيصرع البابوش كان صرع البابوش روبو بلتي 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 عفتو عفتو كوالا فكرون فكرون هذه هذه وليش هذا فكرون انا عمت لاش هذا فكرون على الأرض تقول شيء دفن والله يرحم بقى أنا مزوق في قناة أنا سحب ما فهمت شو الله ما فهمت دفنت ما فهمت ماكلة بعد بينا ها ماكلة ماكلة قنية قنية طيبة دجاجة دجاجة نزيد شي حاجة أخرى رفيسة فوالا فوالا كنتي واعره شغل على راسي والله اش كي كيفاش كندير كيفاش كيفاش كندير قالوا لي من الهوايات ديال غني
انه كيسوق طياره. حتى سبحان الله الهوايه ديالك غنيه. لا انا كنت نحلم نكون بيلوت. الحلم ديالك؟ اه غير ما كنتش مجاهد في لي مات. ياك درتي ديكور في الطيران؟ درت ديكور عندي واحد تقريبا 40 تقريبا. دابا تسوق طياره؟ اه نسوق طياره. اه سون بروبليم. ما شاء الله عليك. ولكن ما عرفتش واش تيق فيا ولا يتيقوا فيا. لا انت بعدا ما ركبش معاك انا. من غير هذه الهوايه عندك شي حاجه اخرى ولا كي؟ هو ما عرفتش والله الا كنسى بالله. ما عندي الجولف وداك الشيء ماشي انت؟ لا الجولف شويه. مي تنيس وشويه ديال سميتو. تبارك الله عليك غني. غني غادي نشوفوا واحد لا فيديو. يا ربي السلامه. Que dire de toi Rani? Avant toute chose, un fils merveilleux. Et pour ce qui est de l'artiste, tu as toujours aimé amuser la galerie. Tu marchais à peine que déjà tu nous imitais Charlie Chaplin. Et tu t'intéressais également très très tôt à la musique, en touchant un peu à tous les instruments que tu avais apportés de main. Et que dire, qu'ajouter de toi en deux phrases, sinon que tu es un homme admirable et un artiste complet. Et nous sommes très 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 fiers de toi. يا سلام. كي جاك هاد واه سان في بيزار تريت الوالدة الناس ما تعرفوهاش نهائيا يعني داك الشيء ما عمرني كنت غادي نقدر نوصل بشي حاجة عمرني ما قدرت نوصل شي حاجة بلا بها زعما عرفتي دوز شي حوايج صعاب والوالدة ديما كانت بجنبي ديما تيسيك الوالده هي اللي ولا شرات لي اول جيتار اللي فرشخها عليا الوالد جديها وشرات لي اول بيانو وشرات لي يعني هي سميتو نبغيكم الله يخليكم تصفقوا عليها لانه فريمون كيف قبيله كنا كنهضروا على يزيد اللي كان تيقول بانه الامهات خصهم يشجعوا ولادهم فهذا مثال حي ديال الام اللي كتشجع ولدها لا يخليها عليك نشوفوا لو دوزيام ميساج مون بير فيديو تشوف مون بير مون بير فيف كنمشي يلا نشوفوا الفيديو يلا خويا سعد علي الفنان المغاربه كلهم كيعرفوه ديما كنت انا من المعجبين الاولين ديالك هادشي عرفتيه بما يخص الجانب الشخصي ما عمرني نسى الوقفه اللي وقفتي معايا فاش توفى الوالد الله يرحمه وكانت صعيبه الامور وكنت انت السند واليوم الحمد لله هادشي اللي وصلت ليه من بعد فضل الله الشكر تيجي كيرجع ليك انت على خدك عليا خويا جدين فوق بكيناك اليوم اغاني هذه يمكن اول مره ها بكيناك اليوم احنا تعرف البرنامج كنبغيو الجمهور كيبغي يعرف الجانب الفني والاعمال ديالك ولكن ايضا مهم اننا نقربوا الضيف من الجمهور اللي كيبغيه الجانب الانساني مهم وحنا اليوم لو تيمونياج ديالهم بين بزاف د الحوايج اشنو تقول الام ديالك والاخ ديالك اليوم انا كنحمد الله سبحانه وتعالى اللي عطاني عائله بحالهم وعطاني يعني اصدقاء بحالك وعطاني جمهور مغربي بحال سميتو انا ممكن الا نكون فخور وفرحان ونشكر الله سبحانه وتعالى ميرسي رشيد فريمون ميرسي اللي وريتي هذا الجانب للناس اللي واخا نبغيو نوريوه ما غاديش نوريوه بحال كي وريتيه دابا ميرسي بوكو تبارك الله ميرسي غني انا فان ديال واحد الاغنيه ديالك زينك يا بودلال اش باغي بغيت نغني واش غتغني لينا ولا ما تغنيش دابا يلا فينا باقي شي غنى ولا شي صوت ولا شي حاجه اوف ولكن قبل ما تغني هذه الاغنيه غنطلب منك واحد الطلب انا كنعرف بانه من الهوايات ديالك اللي كانت عندك في الصغر هو التقليد اييه دابا غنطلب منك انك تقلد ليا الفنان فوضيل واخا نديرو اغنيه مثلا عبد القادر يا ابو علام يلا يلا مشات يلا ولكن غني معايا غني معاك انا غنغني معاك انت غدا الشاب رشيد وانت دير فوضيل يلا Thank you.
عبد القادر يا بو على مداق الحال عليا داوي حالي يا بو على بسيدي رفع عليا قبل عبد القادر يا بو على مداق الحال عليا داوي حالي يا بو على بسيدي رفع عليا ميرسي تحية الفضيل تحية الفضيل قفرتي يا مع الفضيل لا 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 تعيش بارك الله عليك غني غادي نسمعوا دابا أغنية من أجمل أغاني ديالك اللي هي جابني مجيبة هي الأولى وشكون اللي جابك مجيبة أنت؟ أنت ما كاينش اللي جابني أنت غنيو معايا لا ياك حافظينها شكون قال انا نحب ونبات مع الداب سهرا نتقلب على ود وحده شكون قال انا نغيب واللي صار فيا يصير الحب وما يدير راهدني هدا شكون قال انا نحب ونبات مع الدم سهرة نتقلب على ود وحدة شكون قال انا نغير واللي صار فيا يصير عالحب وما يدير راهدني هدا جابني مجيبة حالتي صعيبة ما كنت انا نظن للحب ضريبة جابني مجيبة حالتي صعيبة ما كنت انا نظن للحب ضريبة جابني مجيبة وما كنت انا نظن للحب ضريبة جابني حالتي صعيبة ما كنت انا نظن للحب ضريبة دي دا 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 جابني مجيبة حالتي صعيبة ما كنت انا نظن للحب ضريبة شكرا برافو عليك غني جابني مجيبة حالتي صعيبة ما كنت انا نظن تبارك الله تصفيقات حارة على الاوركيست فريمون تبارك الله عليه فريمون فريمون غني وصلنا للفقرة ديال الجوكر الفقرة اللي ما كيبغيوهاش بزاف ديال الضيوف زيدني عليهم وانا نتمنى انك تكون معايا صريح غادي نكون معاك صريح في هذه الفقرة هذه نشوفوا فقرة لا انا عزيز عليا هذه الفقرة هذه ياك انا عزيز عليها اوكي نشوفوا فقرة ديال الجوكر مع الفنان غني بعد الفاصل غني فقرة جوكر مرحبا بك يا ربي السلام نبداو يلا سيدي بسم الله جاوب على السؤال نجاوب عليه بيسو نجاوب عليه وصلتنا شي اخبار كتقول بانك في احدى الحوارات ديالك مع احد المواقع الالكترونيه قلتي شي تصريحات خطيره اللي كانت ممكن تسبب لك في شي متابعه قضائيه ومن بعد طلبتي منهم انهم يحذفوا داك التصريح وهذا الشيء اللي كان واش هذا الشيء صحيح عمرني انا ما قلت شي حاجه اللي ما زعما خديتش
المسؤوليه ديالها. هادشي واش كاين ولا ما كاينش؟ طلبتي منهم يحذفوا واحد جامي الكلام؟ جامي ما كاينش. لا اوكي شوفوا السؤال اللي بعد. إذا سولتك وبقلب مفتوح اليوم، شنو هي أصعب مرحلة مريتي بها في حياتك على المستوى الشخصي؟ هي الوفاة ديال الوالد ديالي. الوالد الله يرحمه، هذه أصعب حاجة عشتها في حياتي، لأنه كنت لقيت مع حيت انا هو الحمق في العائله، دونك انا بالنسبه لي عمري ما كنت كناخذ شي حوايج، حتى شي حاجه ما كنت كناخذها بالمعقول من جديه، دونك ولكن في هذاك الوقت كان صعيب، لانه كان عندي خوتي وكان كلهم كلشي تلفت فيا زعما اش نديروا، وهذيك الفتره كانت صعيبه سورتو على اخويا الصغير اللي شفتو قبيله اللي هضر تحملتي فيها المسؤوليه. جاوبش على السؤال؟ لا. استعمل الجوكر. استعمل الجوكر. شوف السؤال اللي بعد. هاد الجوكر اش نخليه هنا ولا سلسلة الخواسر اللي كنتي أحد أبطالها جرت عليك موجة من انتقادات بسبب تشويه اللغة العربية، البعض شاف أن السلسلة أيضا فيها إساءة لهذه اللغة اللي هي لغة مقدسة بالنسبة لنا. مقدسة بالنسبة لي تماما، ولكن بالنسبة لي أنا ما كنشوفش نهائيا فين، يعني إحنا درنا شي حاجة بحال هكا وجوستمو أنا الانتقادات كنقبلهم، أي انتقاد كنقبلو إلا انتقاد اللي هو ما تيكونش مبني على شي أمور ولا أسس صحيحة. احنا عمرنا ما كان الرغبه ديالنا هو نتاخذوا يعني اللغه العربيه، ولكن حنايا كان يعني الخواسر درنا في البسط والضحك، ويعني بزاف الناس زعما هذيك هي اللغه اللي كنا كنديروا حنا في الاخطاء ديالنا، وكنا كنهضروا باللغه المغربيه. حنايا اللغه المغربيه عربناها، ما عمرنا عربنا يعني ولو بغينا نسيئوا اللغه العربيه. شنو ردك على الناس اللي قالوا بان هذا الشيء فيه ميوعة والابتدال؟ لانه بغيت نقول لهاد الناس بانه يعني عمرنا حنايا ما كان عندنا يعني قصد اننا نديروا يعني نسيئوا اللغه العربيه، وحنايا كنخدموا في البسط، ويعني حتى في الدين ديالنا انا كنظن بكل هذا امر شخصي، كنظن بانه الدين الانسان تيكون خصو بينه وبين الله، الانسان ما خصش الانسان يدخل يحكم على شي حاجه ويدخل في الامور ديال الدين، وهذا هو كنهضر في هذوك لي فيديو شويه، كنهضر جوستومون على الناس اللي تيخلطوا بالامور وتيهضروا على شي حوايج اللي ما تيقدرش يحكم فيهم الانسان، اللي تيقدر يحكم فيهم هو الله سبحانه وتعالى. حنايا النيه ديالنا هو انه نبسطوا ونضحكوا، ماشي اننا نسيئوا اللغه العربيه. اخر سؤال. نجاوب. اوكي. كاين اللي تيقول ان هذا الجيل الجديد من الشباب سرق منكم الاضواء، وكان هذا سبب من الاسباب ديال الغياب ديالك مؤخرا على الساحه الفنيه. انا بالنسبه لي اول حاجه، انا بالنسبه لي بالعكس، انا مفتخر باي جيل، لانه سبق لي بانه دوزت ودزت من هذا الشيء اللي كيقولوا على الجيل الجديد، داز علي انا الاول. يعني كان واحد الوقيته اللي ممنوع الرقص وممنوع يعني شتح في التلفزه، يعني كانوا تيقولوا عليا هذا الشيء اللي عمرني ما نسمح لراسي انني نهضر على الجيل ولا نقول بانه سبب شي حاجه. الانسان ولا الفنان كيقوم بالعمل ديالو وتيخدم بالعمل ديالو لانه كيبغيه، وكنبغي انا من قلبي العمل ديالي وكنهضر على راسي. ما عمرني حسيت براسي، بالعكس عمرني ما حسيت براسي بانه انا بعيد من هذا الجيل. دابوغ انا قريب ليه بزاف، وكاع لي جون لي زارتيست كلهم يعني اصدقاء ديالي ويعني خوتي،
وكنعتبر بانه الفنان في واحد الوقت خاصو يدير حوايج اخرين ويعني بحال الرياضي ولا الفوتبولور اللي كيولي كوتش ولا كيولي يعني مدرب. فانا بالنسبه لي المسيره ديال الفنان ما تيقادها الا هو، تحت ما يقدر يقاديها الا هو. غني شكرا لك. شكرا لك رشيد. شكرا. غني زالينا من فقره جوكر وغنمشيو دابا لفقره الميكسر. ميكسر ديال العصير وغادي نشوفوا غني واش غادي يجاوب على هذوك الاسئله ولا لا. يلا خويا نتمنى تجاوب عليهم. يلا نشوفوا سينو العصير. ياك نشوفوا فقره ديال الميكسر بعد الفاصل. غني قباج في الفقره ديال الميكسر. غني مرحبا بك. الله يبارك فيك. انت قلت لي عندك مع الطبخ كتدخل الكوزينه بزاف. انت عندك مع الانتقام ياك. ملي كتكون في الكوزينه اشنو هو العصير اللي كتبغي تصاوب؟ كنبغي نصاوب عصير ديال الليمون ولا ديال الفريز. المهم لي فروي ناتوريل ما يكونش فيهم السكر وصافي. اييه داكور. حنا سيدي غادي نشربوك احسن عصير اليوم. اياك ولكن خصك تجاوب. اه واخا صافي. يلا السؤال الاول كيقول في هاد جوج ديال الفنانين شكون بالنسبه لك نجح اكثر؟ واش سعيد مسكير ولا احمد سلطان؟ خصني نقول واحد. اه بجوج صحابي ممكنش يعني. لا هما نجحوا بجوج. شكون اللي حقق نجاح اكبر من خلال الاعمال ديالهم من خلال داكشي اللي قدموا؟ بجوج هما نجحوا كل واحد. اه ولكن بالنسبه لك شكون اللي نجح اكثر؟ شوف انا واش خصني نجاوب وصافي؟ اه خصني نقول اكثر. شكون اللي اكثر؟ تجاوب ولا غادي؟ المهم انت ما غنجاوبش. ما غتجاوبش. اه بجوج هما بالنسبه لي. الفلفلة. ندوزو للسؤال اللي من بعد. تفضل. فلفلة وليمون. علاش ما درتش كيوي ولا شي حاجة؟ غادي غني قباج بغيتك تقول لي اليوم بصراحة، أنت المسيرة الفنية ديالك تبارك الله قدمتي فيها بزاف ديال الأعمال غنائية وفي التمثيل أيضا، بغيت نسولك اليوم شنو هو لو بلو كرون كاشي اللي خديتيه في مسارك الفني كامل؟ شنو هو أعلى أجر تقاضيتيه لحد الآن؟ ديال بس ديال تفضل. دابا كاين الفلفله والبسباس، الا تزادت البصله راه مشكل. وا ديجا هادشي مشكله. كمل ياك غني بكل صراحه، شنو هو افشل عمل غنائي قدمتي من نهار بديتي في الغناء؟ كلهم. لا جواب غير مقبول. خصني اسم واحد. افشل عمل اعطيني. اعطيني واحد. اعطيني اسم وقول هذا عمل بالنسبه لي فاشل. ماشي عمل، تجربه. الكليب اللي درت ديال بنت الجار. ديال بنت الجار. تي ديال كيوي. كيوي حنا غاديين مزيان. هان حيت انت ظريف. يلا يلا سير. دابا غنجاوب فلفله حاره. غنجاوب غنجاوب اي سؤال غتقول كيف ما كان غنجاوب. دابا اوكي ما عنديش مع فلفله. شكون هو المغني المغربي اللي تقول ليه بعاد على الغناء ما جاش معك؟
هو كاين 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 عجبتني الصراحه ديالك غالي. دابا عندك التفاح والبيض. جاي تاكل؟ لا كنحاول السواب. واه عندنا نعطيك الاسماء ديال جوج ديال اللعابه في المنتخب الوطني المغربي. اييه وبغيتك تقول لي رغم انهم كل واحد فيهم كيلعب في ان بوست مختلف ولكن شكون فيهم كيعجبك اكثر في الملعب في الكره؟ واش اشرف حكيمي ولا حكيم زياش؟ عزيزين عليا بجوج فيغيتي، ولكن انايا كنفضل حكيمي باسكو تيبغي ولدي بزاف ودايو بغى يجي يتفرج فيه في شي ماتش، وخص حكيمي يعرض على ولدي. ايوا يفكرني اش فيه؟ فيه الفلفله والبسباس والحار وطريفه البانان مع شويه تفاح. وسيدي انت ليه؟ شوف شوف غنشرح لك هذا العصير شكون اللي كيكومبوزي؟ هو الفنان والضيف ماشي انا. واش انا عطيتو شي حاجه؟ شكون اللي صوب هادشي؟ شكون اللي اختار لي زانكريديون؟ هو ما تشربش معايا. اي شويه اي شويه اي شويه رشيد اي شويه رشيد شنو خصنا نشربو كله؟ اي نص اي نص الا قدرت الا قدرت عليه. لا 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 ما تغش والله غادي نعسل. اي شويه اللي قدرتي. حق الله انت بنين وحق الله انت بنين. يدري شنو يقول وحق الله اللي بنين بالله. انت البنا عندك بشكل تلقات على غالي. دابا واش تقدر تغني من بعد ما شربتي هذا العصير؟ باطن غني بالله بالعكس والله لازم بنين بالله. سيدي بصحة وراحة. برافو عليك. غني شكرا لك بزاف. دوزت معك حلقة من أجمل الحلقات. الله يحفظك. أنا استمتعت ضحكت وأكيد أنا جمهور كذلك استمتع بهذه الروح المرحة ديالك وبهذه العفوية ديالك، وأنا كنعرفك كيفاش داير. غني اللي كنشوفه يعني وراء الكاميرا هو غني قدام الكاميرا، ما كتبدلش وما كتصناش، وهذه أهم ميزة فيك. شكرا لك على حضورك معنا. الله يحفظك. ميرسي خويا. شكرا لك. لا لا اختك. وهذاك الشيء اللي درتي لي كبير ما ننساش لك راه مازال. اسمع لي غني قبل ما تقول كلمه للجمهور نبغيو نذكروا الجمهور المغربي بلو سبيكتاكل ديالك اللي غيكون ان شاء الله نهار 20 جانفي ان شاء الله غادي يكون في قصر المؤتمرات بمراكش. وبغيت نحيي اوسي سورتو يعني ليكيب اللي كيخدموا معايا، وبغيت نشكر اوسي عدنان محيجه اللي دار معايا لا ميزون سين وكتب معايا لو سبيكتاكل، وتحيه لكاع الناس اللي كيخدموا يعني في هذا لو سبيكتاكل، لانه بالنسبه ليا سي واحد الانجاز واحد الحلم اللي كننجز اليوم، وكنتمنىكم تحضروا كاملين ونضحكوا ان شاء الله ان شاء الله. كلمه للجمهور اللي كيبغي في المغرب وخارج المغرب. كنقول لكم ما عرفتش كيفاش غادي نرد لكم هذا الجميل، وبغيت نقول لكم بانه اذا كنت انا باقي هنا اليوم سي غراس افو وتبارك الله عليكم. واش نقول لكم كنبغيكم من القلب. وغادي ندير التحيه ديال زيزو
وي تبارك الله عليك. زينك يا ابو دلال يا ابو عيون ملاح، زينك يا ابو دلال يا ابو عيون ملاح، عيونك النايمين خلونا سهرين، عيونك النايمين خلونا سهرين، برنوشك تايهين زينك يا ابو دلال، وباغيها تكون في نيني ودي منوره، باغيها تكون وفي قلبي ودي معمره، باغيها تكون في نيني ودي منوره، باغيها تكون وفي قلبي ودي معمره، زينك يا ابو دلال يا بعيون ملاح، زينك يا ابو دلال عيون ملاح، عيونك النايمين خلونا سهرين، عيونك النايمين خلونا سهرين، برموشك تايهين زينك يا ابو دلال، وباغيها تكون وباغيها تكون هي اللي تداوي لي الجرح، باغيها تكون هي اللي تشاركني الفرح، باغيها تكون هي اللي تداوي لي الجرح، باغيها تكون هي اللي تشاركني الفرح، زينك يا ابو دلال يا ابو عيون ملاح، زينك يا ابو دلال يا ابو عيون ملاح، عيونك النايمين خلونا سهرين، عيونك النايمين خلونا سهرين، برموشك تايهين زينك يا ابو دلال.